عليه امل بيان سور. باقي وين يشوف الماكله يجي هذا الكاميرامان تاعنا. شويه شويه امل على بالك دوك الطابله وكما تحطيهاش مليحه كي حتقعدي فاير لازم كتعرفي. بسم الله احنا نجبد لكم شويه شويه بركة. بيان سور شويه شويه ندوقوا. هي كما قالت المدام هذا الطبق نورمالمون يدخل سخون مي معليش حنا ندوقوه. ما عندناش شك بلي يكون برين. هي جابت لنا سخون اكزاكتومون برد ما نال وحنا نحكي على هذا ان شاء الله يعجبكم. وهو يمكن ما يكون سهل عليكم تستسيغون اول مره لكن احنا حتى الاطفال الصغار الصغار نعطيهم اياه لانه كامل كامل لا هو كل شيء من عندك ايه. حلو الله يسلمك ان شاء الله. الله يسلمك ان شاء الله يعجبكم. باش نخدم هذا مدام المكونات ديالو قمح ولحم وينغلي مع الدارسين الى ان يذوب وبعدين نضربها الى ان تصير ناعمه ونحط فوق الوش شويه سكر مع دارسين. سكر يعني هو مالح حلو ما تعتبرينه حلو؟ لا هو بس هو علشان فقط علشان كسرت مثل لما تسوين تتبيله السلطه بتحطي مع شويه سكر مع تتبيلة السلطة عشان تعطيها طعم. هذا مدام تلقيني كل يوم قدام السفارة نجي ندي منه. يا أهلا وسهلا إن شاء الله يوصلكم. وهذا الطبق يعني مخصص لرمضان ولا؟ لرمضان لرمضان الهريس والجليش بس طبعا ساعات يحتاجون يتحن لصاحبة يعني مثلا خلينا نقول بنصوم في عشر من محرم يطبخونه أيام الصيام يحطونه وإن شاء الله يعجبكم. انا ثاني ندوق انا عطيت لكم وما ندوقش دوقت لا لا كليت والله غير انا اول وحده كليت ورجعت يسلم ايديك. لا لا بنين لا والله طيب كثير ما شاء الله جزيلا. لا لا بس طيب لا لا والله السلام ما بارد راهو بنين. لا لا بنين عليكم بالف عافيه. وحتى نكهه القرفه فيها حلوه. نكهه القرفه زادت له اضافه هيك القرفه ناعمه هي بس تنطبخ بدون بهارات. هذا الجريش نحط فيه بهارات لكن هذا ما نحط فيه بهارات ابدا نكهه فقط. لازم يكون ابيض لونه. نعم. حطينا على لباس تقليدي الكويتي. احنا عندنا خلال شهر رمضان لما نتزاور بيننا وبين بعض طبعا زيارات الاهل تكون ممتده من اول رمضان الى تقريبا ليله 20 دائما اللي نسميها مثل ما قلت لك قبل غبقات دائما تكون باللباس اللي هو احنا نسميها دراعه تكون مثل عباره عن عبايه. وبنات سواء محجبات او غير محجبات ما حد يطلع باللبس العادي دائما يطلعون بالدراريع بالدراعه يتزاورون من بيت لبيت. هذا عندنا شيء اساسي في رمضان ينلبس في رمضان. كل بنت لازم تجهز يعني حتى الخياطين أو المشاغل تكون من شغلة 3 شهور 4 شهور قبلها وكل بنت تحب تكون مميزة عن خاصة العروس تحب قدام أهل زوجها هي تكون لابسة شيء مميز. فهذه دائما تكون في رمضان فقط في رمضان يلبسون اللبس التقليدي مثل الدراريع التقليدي. مثل احنا عندنا بالجزائر سيدة سعاد شيخي واش تحبي تلبسي لباس تقليدي الجزائري تاعنا؟ هلا لابد نلبسوا هلا لباس تقليدي. وحنا على بالك احنا نسبخوا في الاطفال هما الصح باسكو على بالك البنت الناشطه هكذايا اللي تبدا تنبت احنا ندخلوا لها الروح تاع تقاليد جزائريه في الماكله تاعها في الطياب تاعها نشيو لا قديره صغيره تبدا تتعلم دير الشربه تاعها تبدا تتعلم واش لازم قبل كيفاش تحط المايده تاعها. دونك هذا هو ديجا الروح اللي تدخلي لها الروح نتاع البيت ديالها كيفاش تعرف كيفاش تبع يمها كي تدخل الكوزينه واش هي دير ماما واش كديري الشربه تاعك واش هذه هذا كامل في التراث الجزائري ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله. رانيا رانيا نعم رانيا مالغري انت وليتي جزائريه خلاص تحكي على التقاليد تاع الجزائر. لا لا لازم احكي على التقاليد تبع سوريا. هلا نحن اول شيء مثل ما حكيت ريم نحن في عندنا خصوصي برمضان بيلبسوا القلابيه بيتفننوا بتطريز القلابيه بيتفننوا بشغله بتلاقي ما بيطلعوا سهره انه بلبس العادي او لبس الموضه اللي بنلبسه هلا. لا سهرات رمضان حتى اذا بتروحي على مطعم او بتروحي لعند لبرا بتطلعي بتلاقي القلابيات كلها لابسين القلابيات ولازم تكون الوانها زاهيه لازم يكون في عليها شغل حلو وعليها تطريز
الخمارات المشغولة. هلا من جديد صار في موضة العباية كمان. يعني أنا اليوم سهرة رمضان فلبست لكم عباية صغيرة. عباية منورة. فصار كمان موضة العباية، صاروا يلبسوا العبايات. وبس عبايات رمضان دائما بتتميز بالشغل، إنه فيها شغل كتير، فيها رش كتير، فيها ألوان. هاي بالنسبة لللبس. بالنسبة للعادات والتقاليد أنا حكيت لكم من قبل إنه مثلا السهرات لازم يرمضنوا بعضهم، لازم العائلات دائما يتزاوروا ويروحوا لعند بعضهم، دائما الصغير هو اللي بيسبق. يعني الكبير دائما بيكون قاعد وعم يستنى الصغير بده يجي لعنده، بده يجي يزوره. ما بيتنازل هو وبروح، ما بيروح الكبير لعند الصغير. لازم الصغير هو اللي يبدا بهذا الشيء. واذا بدنا نجي نحكي عن الحلويات، اول شيء في عنا مشروبات تبع رمضان اللي حكيت عليها من شوي لبنى، اللي هي التمر الهندي والعرقسوس. هدول بتلاقيهم بينباعوا بالشوارع، يعني كلها بيشتغلون الناس اللي بيشتغلون وبيعون. بكونوا بكياس هيك ورغوة السوس، السوس له رغوة، فبتلاقي الرغوة تبع السوس تحضيرا تاع السوس شفته يحطه في حاجة تاع قماش ويقعد. هو السوس هو عبارة عن عشبة. هاي العشبة لازم تعرفي كيف تخمريها، تتخمر لحتى تطالع اللون تبعه، لأنه العشبة تقريبا لونها بيج، لونها أصفر مو لونها بني. فلازم تعرفي كيف تخمريها لحتى تطالع اللون الأسود تبعه وتطالع النكهة المنيحة. بعدين بتنحط بمكان، بتنحط بشاش أو بقماش أبيض حصرا، بتنحط بمكان يكون عم ينقط عليها المي تنقيط، ما بصير تفتحي عليها الحنفية وتخليها نقطة نقطة، بده ينزل المي. فتخيلي اللي عم يعمل كميات، بده يبدأ من الصبح يحط هداك الشاش، يحط فيه السوس ويخليه ينقط ويقطر، ويحط تحته برميل أو يحط تحته شي بيدون أو شي، ويخلي يتعبى هداك السوس. أطيب شيء هو السوس الخمير. السوس الخمير يعني الأطفة الأولى من السوس. الكاس الأول اللي بتاخديه اللي بيكون لسه تقيل. التمر الهندي هو مشروب تاني، هو نوع نبتة أو نوع خضرة أو نوع فاكهة، مثل بيشبه التمر كتير، لكن يزرع غير في الهند، حامض كتير، يعني يطيب فيه. في ناس تطبخه طبخ، في عنا أكلات بدخل فيها التمر الهندي في الطبخ، بياخدوا العصير تبع التمر الهندي، وكمان بنشربه كمشروب بارد في رمضان. التمر الهندي له فوائد كتير عظيمة، لكن ما بتقدري تشربيه وحده، لازم ينزاد له السكر وماء الزهر لحتى يعطي نكهة كتير قوية. هاي المشروبات المشهورة فيها سوريا. في عنا الخروب، في عنا الكركديه كمان مشهورين فيها بمصر وبلبنان وفلسطين، مشهورين بالخروب، بيشربوا الخروب. يعني مرتبطة كامل بمنطقة الشام اللي قلنا أنه تقاليدها تتقارب كثيرا، تتشابه كثيرا. أقول لك يعني نحن في عنا تقاليد هي وحدة، الاختلاف بصير اختلاف بسيط. يعني مثلا ممكن إضافات ممكن شوربة العدس مثلا، بتشوفيها شوربة العدس هي عدس وبصل وكمون وملح، لكن في ناس بتحط لها خضرة، في ناس بتحط لها طماطم، في ناس فهمتيني، في ناس بتحط لها توم، بتقلي لها توم وبتحط لها، في ناس بتحط لها بصل. فهي الاختلافات البسيطة هي اللي بتفرق بين منطقة أو منطقة. الفرق ديفيرونس تاع كل بلاد. مثل حلويات العيد، إذا بدنا نحكي عن حلويات العيد، هلأ كل بلاد الشام بيعملوا المعمول، الغريبة، الأقراص بعجوة والكعك. احنا عندنا الغريبة والغريبة، احنا قلنا غريبية والمعمول غيصامة ولبزف يديروه المعمول في الجزائر. رح نحكيه على حلويات العيد بعد قليل. ما زلنا الآن في سهرة ليلة 27 اللي ننقلها لكم من أوتيل ميركيور بالجزائر العاصمة. وش رايكم مشاهدينا رح نشوفوا هذا السونداج ونسقسينا فيه الجزائريات والجزائريين وشنو هي البلاد اللي تحبوا تجوزوا فيها رمضان. شوفوا السونداج ونعادوا نوليو. واش علي نروح السعودية؟ وين نولي السعودية؟ بيت الله يسلمك، فيها يعني حوايج ملاح. السلام عليكم. مو غاب دسي باسي لو رمضان على مك، بس لا ريليجيون لا فوا كومون ابيل سا لو الصلاه كلشي كلشي اسكي كونسير لا ريليجيون. تونس، انا باسكو وليدي حب تونس، نروح لتونس. إذا
إذا مشاهدينا كما شفتوا هذا السونداج اللي سقسينا فيه الجزائريات وين تحبوا تجوزوا رمضان، أغلب الجزائريين ولا الجزائريات بالخصوص يحبوا يجوزوه في السعودية باش يكونوا يقدروا يديروا أكثر من عمرة. إن شاء الله ربي يطعم كل اللي في قلبه هذا الحنين لعمرة أو حجة، ربي إن شاء الله ينالها ويجوزها بصحة ولهنا إن شاء الله. إن شاء الله الآن مشاهدينا وش رأيكم نروح نشوفوا أستوس لي نروح منال. نشوفوا أستوس مع لينا. يعطيك صحة أمل اللي كنتي معنا اليوم، نتلقى في العدد المقبل إن شاء الله. إن شاء الله، وأنا هذه فرصة باش نقول لكل الجزائريين والأمة الإسلامية صحة رمضانكم، إن شاء الله يكونوا فوتوه بصحة ولهنا، صيامهم في الجنة إن شاء الله. ولفناهم بزاف مالوغوزمون سي الدرني نيميرو، إن شاء الله نضربوا لهم موعد إن شاء الله في ليلة العيد، ونقول لهم صحة سحوركم وتهلاو بزاف لوحديكم. الله يسلمك، يعطيك صحة أمال، وتتفضل لينا بعد الفاصل. أهلا وسهلا بك لينا، صحة فطورك ومرحبا بك في هذه السهرة الخاصة لبرنامج حراير ليلة 27. شكرا زميلتي سعاد، صحة فطورك وصحة جمهورنا اللي يشاهد فينا. طبيعة الحال نرحب بالضيوف تاعنا في هذه القاعدة الجميلة راكي تقولي فيها مناسبة ليلة القدر. دونك اليوم طبيعة الحال بما انه ليلة القدر معروفة بالحنة والأمة العربية كامل تحب الحنة في الأفراح وخاصة في المناسبات الدينية، اليوم حبيت نهضر عليها. طبيعة الحال الحنة معروفة من بكري، من وقت الفراعنة كانوا يديروها، خاصة الوردة تاعها كانوا يديروها عطر. واصلا حتى الرسول عليه الصلاه والسلام كان اصلا كي يجي واحد يقولوا باغ اكزومبل يعني مريض بالرجليه ولا يقولوا اختضب بالحناء، دونك كانت مليحه. كيما قدرنا درك هضرنا على الرسول كان يقول عليه الصلاه والسلام كان يقول مليحه للرجلين، وعلاش اصلا ايضا اللي عندهم شقوق في الرجلين اللي عندهم رجليهم جافين، واصلا مام اصلا هذوك اللي عندهم مرض السكر ولا عندهم روماتيزم مليحه ثاني كيحنوا رجليهم. الحنة كاين اللي يديروها ثاني تلوين الشعر. عندنا اربع انواع من الحنة، كاين عندنا النوع الاول هو الحنة الحمراء اللي موجوده بكثره في اليمن، هذه تمد اللون البني للشعر. نقدروا نخطوا لها زيت بلوتو، ماشي زيت، العصير تاع الليمون الليمون تاع القارص، ونخليوها مده ساعتين. كاين تانيك الحنه، عندنا الحنه تانيك السوداء اللي تزيد في تمد اللون الماغون هذاك اللون البني، تزيد له في الغمق تاعو باش يولي الرميل الاسود. تانيك نقدروا نديروا لها سواء زيت زيت الخروع او زيت اللوز، مليحه تانيك تمدها فونسي ترجعها بلو فونسي اكزاكتومون. وكاين تانيك الحنه الخضراء اللي معروفه هنايا موجوده بكثره في الجزائر، تمد هذه لا كولور اللي شعرهم سومبر، تمد لهم اون كولور اكاجو، وباش تخرج هذيك النتيجه تاع الاكاجو هذيك البنفسجي احسن عفسه هما يغليو البيتراب، يغليوه ويخلطوا به الحنه، ويزيدوا له عندهم القرفه، ويقدروا تاني يحطوا حبه بيض، ويقدروا تاني يديروا زيت زيتون باش وعلاش باسكو علاش معروفه الحنه ترجع الشعر جاف، دونك فوالا سي بصح واحد مليح يزيد له الزيت زيت زيتون. كاين تاني الحنه البيضاء، هذه اللي راهي دايره حاله في الامريكان في امريكا. امريكا يديروا الحنه الحنه البيضاء، الحنه البيضاء هذه اخر اخر صيحات. هي بون هي موجوده في المغرب، تتباع هنا ما لقيتهاش، حوست عليها حبيت نجيبها لكم باش تشوفوا. ديجا كاين لا فيديو كنا نشوفوا تاتو تاع الفيديو. انا واش عجبني في الحنه البيضاء هذه سي كو اون ديغي لا دونتيل، دونك كي تكون وحده متزوجه حدير غو بلونش ولا اون ديغي مدايره اون دونتيل فيها. كاين مام لي متحجبات ويلبسوا تخواكا غير يقدروا يديروا الحنه البيضاء تبان. اي با وحده في فرنسا دارت ديفيلي دو مود، دارتو بالحنه هذه، دارتو باسكو علاش قلت لكم لا تيكستور تاعها اون ديغي دونتيل، دونك سي تري جولي. واش اللي مليح ثاني يقدروا ثاني يديروها للشعر لتلوين الشعر، مي هي بوكو بلوس اللي شعرهم شاتان اللي عندهم لا باز تاع لا كولور تاعهم تجي كلير، دونك يمد لهم لا بريونس ويرجعهم ثاني للاصفر. مليح واش يديروا الزيت، يديروا البابونج لا كامومي ولا يديروا زيت تاع الكركم. دونك واش اللي مليح ثاني الحنه هذه البيضاء يقدروا ثاني يديروها ماسك للوجه، تفتح الوجه وتانيك ترطبو. دونك حنايا دركا كون نشوفوا زميلتنا ومن بعد تحضر لنا الحنه، دونك ماشي مليح تانيك في الحنه سيكو
كامل الجزائريه جوبونس كو كامل يحبوا الحنه تاع لهم سوداء يديروها في العيد. يقول لك ما هي لا كولور هذيك اللون هو بوكو بلوس النبته كل ما تطول كل ما تكون جوغ اقدم جوغ هي العمر تاعها هو 3 سنوات مي كل ما تكون اطول هي النتيجه اللي الحنه تكون مليحه. لي زاستيس اللي جبتهم لكم باش الحنه تاعكم تكون سوداء هي تحطوا تخلطوها بالبيض ولا والماء الزهر وتانيك دو بريفيرونس الماء يكون تياد سخون فاتر فوالا سخون وتحطوا تانيك طريقه واحده اخرى تحطوا له السكر وكاين تفضلي لينا وكاين لي لوندما ولي قبل ما تشلوها كاين اللي يديروا الزيت زيتون وكاين ثاني اللي يديروا عندي اليوم بون دي اليوم هو ماشي مليح فريمون سورتو اللي عندهم مرض السكر دو بريفيرونس كاين اللي يديروا ليسونس اي فوالا سي عندي ليسونس ولا سي اكزاكتومون سا مي فو ميو هذايا هذه الطريقه هذه يفيتوها لي مرض بالسكر باسكو ماشي تضرهم دونك يقدروا دو بريفيرونس يلوبت بوغ زيت زيتون يخليوه مده 10 دقائق ومن بعد يغسلوه نورمال دونك فوالا هذا واش كان عندي كنصائح للمشاهدين في ليله القدر هذه ان شاء الله الحنه تاعهم تطلع لهم سوداء تلاقاو غدوه ان شاء الله نتلاقاو ليله العيد ليله العيد ولفت المشاهدين ولفت انا بعدي كل يوم نقابل المشاهدين تاعنا ان شاء الله دونك هذا واش كان عندي ان شاء الله شكرا لك لينا احنا كما قالت لينا حضرنا لكم مفاجاه وين رايحين ندير لكم شويه حنا بمناسبه هذه الليله تاع ليله 27 احنا هذه الليله يعتبروها الجزائريين ليله مباركه ليله نديروا فيها الفال احنا نسموه الفال فال حنا شويه حنا باش يكون ان شاء الله جمعتنا هذه جمعه حلوه وجمعه مباركه ان شاء الله على كامل الدول العربيه نستقبلوا زميلتنا هاجر في تقاليد بلادي هي اللي حضر لنا الحنا بعد الفاصل تتفضل هاجر بيان سيغ يتبعها زميلنا باقي كادغور كيما الله يحن عليك يا هاجر حنيتي لنا في ليلة 27 انا بحب الحنة بحب الحنة كثير صح الله يبارك نديروا الحنة نتوما في العيد سيدة رانيا لا والله ما فيها العادة ما كانش العادة تاع حنة العيد ما دام عندكم نتوما هاد العادة في احنا الجزائريين يعني عندنا عاده في ليله القدر الحنه يديروا يستعملوا هذيك تاع الحج يخبيوها ويستعملوها في ليله القدر هذه العادات اللي يقولوا هذه فيها الفال تاع الحج يجيبوها من مكه يعني الحنه اللي تحني لي هاجر يعتبروها خاصه العروس ولا كما احنا نقولوا البنات العازبات اللي باش يتزوجوا لما وحده تروح للحج وتجيب هذيك الحنه تاع مكه تخليها توزعها على البنات العازبات باش ربي يقول لك فال فال باش ربي يفتح عليهم يا ربي يبارك لهم ان شاء الله آمين. ان شاء الله حتى الماء يديروا بماء الورد ولا ماء الزهر اللي نقولوا احنايا لانه يقول لك باش تجيب لها الزهر باش يكون محدوده صح صحة شكرا ان شاء الله يعطيك صحة هاجر ومن بعد كملي حني شي الباقي يدي الفال بيان سور معك ان شاء الله يعطيك صحة هاجر صحة هاجر احنا وصلنا للختام هذا العدد حبيت قبل ما نوصل ختام هذا العدد تحكي لنا شوية على العيد على أجواء العيد في كل منطقة تفضلي مدام العيد مثل كل الدول العربية والإسلامية التزاور يبتدي من بعد صلاة العيد صلاة العيد عندنا النساء يخرجون لها مثل سنة الرسول عليه الصلاة والسلام يحرصون عليها خاصة كبار السن أن يصلون في الأماكن المفتوحة الأماكن المفتوحة وبعدين يبتدي تزاور على البيوت العائلة وبعد ذلك يبتدي الصغار يطلبون العيادي الأموال الفلوس على نفس العادة في الجزائر العرب اتفقوا كامل على الأموال على العيادي العيادي ويبتدون الأولاد يفرحون فيها كثير ويلبسون اللبس الشاديش
الدشداشه البيضاء الاولاد بالنسبه للاولاد. بالنسبه للبنات طبعا لازم تكون الحنه والرسم والشعر متسوي واللبس الابيض واللبس لبس العيد يعني. لازم لبس العيد يكون ابيض سيدتي عند الاولاد؟ لا 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 لا, لا بالاولاد الاولاد اي الاولاد دشاديش بيضاء اي نعم. لكن بالنسبه للبنات لا بالالوان الموضه الالوان اي إيه على الموضه وبس. وتبتدي تستمر ليومين وغالبا ثالث يوم العيد تبتدي الستات والرجال المتدينين نوعا ما صيام ست شوال يبتدوا من ثالث يوم العيد نبتدي الصيام. لكن اول يومين تزاور كامل أهل الأم والنسايب وأهل سلة الرحم سلة الرحم إيه؟ رائع رغم الشوارع مزدحمة بعد. سيدة سعاد شيخي كيفاش كيفاش أنتي أجواء العيد؟ فخلينا نشوف كسيدة كسيدة كيفاش تقضي أجواء العيد كسيدة قبل ما كنا رئيس جمعية صح قبل... كنا نديرو نحتفلوا في البيت ونستناو العائلة كامل تجي وتعرفي نظفوا البيت بكري نوضوا مع الفجر توجدي الطابلة تاعك بالحلويات والقهوة والمشروبات وكامل ومن بعد تستقبلي الناس دونك هذاك النهار نديروا طعام كل الجزائريات كسكسي الكسكس يعطيك الصحة دونك افكتيمون دونك نستقبلوا. مي انا كجمعية نو نهار الصباح تاع رمضان العيد نستغفر الله يا ربي كريم دونك غير نصليو الصلاة تاعنا ونسلموا على العائلة. انا تصيبيني نحكم لكل أعضاء تاع الجمعية تاعي والأطفال والشباب ونروحوا المستشفيات في الصباح دونك نروحو نزورو هاد المساكن المرضى اللي ما راحينش يروحوا لبيوتهم دونك نجوزو معاهم الصبحه تاع العيد ومع العشيه نزيدو نروحو نجوزو عشيه العيد مع ابائنا وامهاتنا في المركز ما يلوي يا العاصمه يا داخل الوطن ان شاء الله. هاد العام بالك نقدروا نعاونوك ونجو معك ولا عزمتينا؟ مرحبا بكم اهلا وسهلا بكم مرحبا رانيا هاد شرفوا الجمعيه. الله يسلمك الله يخليك رانيا. كيفاش تجوزوا العيد في سوريا؟ هلا اول يوم العيد لازم اول شيء بيطلعوا كل الرجال النسوان بضلوا بالبيت بجهزوا الفطور بجهزوا طاوله الحلويات كلاتها بتلاقي حلو العيد كلاته مفتوحه الطاوله. الرجال والولاد كلاتهم بياخذوهم بروحوا على صلاه العيد بصلوا العيد بعدين بروحوا على المقابر لازم يزوروا الاموات وهيك الله يرحمهم يترحموا عليهم وهنيك بصيروا الاجتماعات بيجتمعوا بقى كلياتهم بسلموا على بعضهم بعيدوا على بعضهم بعدين بروحوا على بيت الكبير. نحن عندنا اول يوم وثاني يوم دائما الشباب هي اللي بتطلع النسوان قاعده بالبيت عم تطبخ وبتظبط وبتحط صفار وهيك بس الرجال هن اللي بيطلعوا. ثاني يوم ببلشوا ثاني يوم ثالث يوم بلشوا النسوان بيطلعوا كمان بروحوا بزوروا. يعني هي اكثر شيء العيد حلو انه صلات الرحم ودائما الزياره بتبدا ببيت الكبير ودائما غير شكل العيد غير جمعته غير. يعطيك الصحة يعطيك الصحة رانيا شرفتينا. احنا وصلنا لاختتام هاد السهرة تاع اليوم ضويتونا من كل بلاد يعطيكم الصحة مرحبا بكم اونكور اون فوا ونوميديا داركم مرحبا بكم في كل وقت. عطينا كلمة أخيرة رانيا. كلمة الأخيرة بقول كل عام وأنتم بخير ينعاد علينا وعلى الأمة الإسلامية يا رب الخير واليمن والبركة وبالفرج على سوريا بلدي وبالفرج على كل الدول العربية يا رب وبتمنى كل السلام يا ربي يعم بكل الدول الإسلامية يا رب إن شاء الله إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير. الله يسلمك أحلى سهرة الله يخليك شرفتينا شكرا جزيلا تسلمي لي يا رب شكرا جزيلا. مدام سعاد أنا بهذه المناسبة نقول لكم كل عام وأنتم بخير إن شاء الله والدولة الإسلامية كلهم بخير يا ربي في كل دول الشقيقة من سوريا اليمن فلسطين كلهم إن شاء الله يا ربي يخفف عليهم هذا العام ونختم هذه الفرصة باش نقول لهم كل عام وهم بخير المسنات تاعنا اللي في بيوت المركز دول العجزة نقول لهم الدولة هنا وحنا المجتمع المدني هنا ونعزوهم وفي هذا الإطار الناس يعاودوا يفكروا يعاودوا يتفكروا يقولوا هذه صلة الرحم قبل كل شيء نعاودوا نفكروا روحنا ونعاودوا نطلبوا السماح. مازال ما راحش الحال باش تطلب السماح الأم ولا الأب اللي تخلينا عليهم. صحيح يعطيك الصحة بارك الله فيك مدام سعاد مدام ريم شرفتينا ويعطيك الصحة على الحلويات والأكلة اللي جبتيها لنا. ألف هنا وشفا وأنا قلت لك تلقيني قدام سفرة ندقدق خطوني الأكل يوصلك إن شاء الله وتشرفينا إن شاء الله بالبيت
وان شاء الله ونذوقكم كل الاكلات الكويتيه. الله يسلمك. الله يخليك. سعيد جدا باللقاء معاكم، باستضافتي هني معاكم، وسعيد جدا بقضاء رمضان، اول مره اقضي رمضان برا بلدي الكويت. مرحبا بك، راكي في بلادك. وما حسيت ابدا بالغربه، حسيت نفسي اني بين اهلي وناسي. الله يسلمك. وما الوم اخواننا السوريين والفلسطينيين، لما تقول من 12 سنه قاعده يعني، ومحست ان هي العادات وحده، وبلد مضياف وشعب مضياف وشعب كريم. حسيت بين إخواني وبين أهلي. الله يبارك لكم في بلدكم وفي شعبكم إن شاء الله. والبلد الرائع هذا في جوه، في ناسة. أول وحدة أختي سعاد استضافتني، ويعني ما خلتنا على طول، وهي دائما يعني ما أدري شلون أقولها، هي نبراس لنا هنا لكل شيء نحتاجه، دائما بتكون معنا ومساعدتنا. الحمد لله. شكرا مرة أخرى، وإن شاء الله عطيناكم صورة مبسطة عن الكويت، وإن شاء الله تشرفونا في بيت الكويت، في دار الكويت هني في الجزائر، أو تزورونا بالكويت العاصمة. شكرا جزيلا. يا أهلا وسهلا لكم. أمانة هي أمانة، سلمونا على كامل ناس الكويت. إن شاء الله نوجه تحية لكامل الشعب الكويتي الشقيق، نقول لهم رمضان كريم، والشعب السوري، الشعب الفلسطيني، المصريين، اللبنانيين، كامل أشقائنا وين ما كانوا وين ما كانوا. الآن مشاهدينا احنا وصلنا لختام هذا العدد. نقول لكم هذه الليلة، ليلة 27 المباركة، هي ليلة مباركة لكل اللي راه متخاصمين، إن شاء الله يتسامحوا، لكل الناس اللي مرضى ربي يجيب لهم الشفاء، الكامل الناس اللي راهم في عمرة، ولا الناس اللي راهم مقبلين باش يديروا الحج، نقول لهم حجا مبرورا إن شاء الله. الكامل العمال نقول لهم ربي يعاونكم، الكامل الناس اللي عملوا في شهر رمضان الكريم ليلا نهارا باش يقدروا من أجل سواء عبادة أو من أجل فعل الخير، ونقول لهم بارك الله فيكم، وإن شاء الله ربي يجازيكم. شكر في الأخير إلى كامل الفريق التقني اللي راهو ساهر معنا اليوم، تحية كبيرة جدا ليهم واحد واحد. احنا أنا نقول لكم صحة سحوركم. ومنال يعطيك صحة سعاد، كما قلت شرفتونا ويعطيكم صحة، ومرحبا بكم في أي وقت في قناتكم اللي هي نوميديا تي في. وحبيت نشكر حياة باري دلا بوتي على اللباس هذا اللي لبسته لنا، يعطيك صحة حياة باري دلا بوتي، وصحة سحوركم، ونتلاقاو في ليلة العيد إن شاء الله. وهذا ما كان. تبقاو على خير مشاهدينا. ونشكروا سي فندق المخكور اللي حلنا الأبواب تاعو بهذا الجو اللي راهو لينا عملناه هنا اليوم. مشاهدينا جمعة مباركة، كل عام وانتم بخير إن شاء الله، رمضان كريم، صحة سحوركم، تبقوا على خير.